اعبدوا ربكم وحدوا ربكم اخلصوا العبادة لربكم خصوا ربكم بكل انواع العبادة فهو المستحق لها. يقول الله جل جلاله وهو اصدق القائلين موجها خطابا للناس كلهم اجمعين: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ايها الاخوه الكرام، في هذه الايه امر من الله للناس اجمعين ان يعبدوه وحده دون ما سواه. يا ايها الناس اعبدوا ربكم وحدوا ربكم اخلصوا العبادة لربكم خصوا ربكم بكل انواع العبادة فهو المستحق لها ولا يستحقها احد سواه. كل احد سوى الله لا يستحق ان يصرف له نوع من أنواع العبادة، لا يصح أن يخص بعبادة لا بدعاء ولا بخوف ولا بنذر ولا بذبح ولا برجاء ولا باستعانة ولا باستغاثة. كل أنواع العبادة المستحق لها من؟ رب العالمين، هو الذي خلقنا أوجدنا من العدم ربانا بالنعم تعرف إلينا بكمال فضله وجوده وإحسانه فهو الذي يكلأنا بالليل والنهار. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن آيات ربهم معرضون. أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، العبادة لا يستحقها إلا من خلق الخلق وأوجدهم من العدم، العبادة لا يستحقها إلا من هو قائم بأرزاق عباده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. العبادة لا يستحقها إلا من يسمع ويرى ويعلم ويحيط بالخليقة كلها. يستحقها من يسمع الأصوات ويعلم الأحوال ويرى كل العباد وأعمالهم ولا يخفى عليه شيء من أمورهم وما سوى الله، فتلك الصفات مسلوبة عنه، فهو لا يسمع دعاء من دعاه ولو فرض سماعه ما عنده القدرة لأن يجيب. وذلك المعبود مثلك مخلوق مربوب، فكيف تجعله إلها معبودا؟ والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن تدعوهم
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن فالعبادة يستحقها من إذا دعي سمع الدعاء، إن ربي سميع الدعاء. يستحقها من يعلم الأحوال، ويستحقها من يحيط بالخلق بكل أحواله. ومعبود لا يسمع دعاءك إن دعوته، وإن سمع فعاجز عن تحقيق مرادك، كيف تجعله إلها معبودا؟